توفي البارحة صباح يوم السبت 23 من شهر يوليو 2022 الممثل الهندي ديبيش بان، وذلك عن عمر يناهز 41 سنة، مما أصاب الجميع بصدمة. ويشار أن الممثل كان يلعب لعبة الكريكيت مع مجموعة من أصدقائه بالقرب من منزله عندما انهار فجأة وسقط على الأرض، وقد أصيب بنزيف في عينيه وتم نقله إلى المستشفى القريب، حيث أعلنت صحيفة إي تايمز خبر وفاته. وأكدت الخبر بعدما تواصلت مع من كان يلعب معه في العرض، حيث أكدوا لها أنه توفي بسبب نزيف في المخ وليس بفشل في القلب. وقد كان قد لعب أدوار كثيرة في حياته المهنية عبر شاشة التلفزة وكسب حب الجماهير، فهو متزوج منذ عامين وله طفل رضيع يبلغ من العمر 18 شهرا، علما أنه كان يعاني من مشاكل في ضغط الدم. وهذا ما صرح به الطبيب المعالج في حديث مع زميلته، قالت إنها قد التقت به في المساء وكذلك في الصباح وكانت صحته على ما يرام. وفي حديث مع زميلته أعلنت بأنها قد التقت به في المساء وكذلك في الصباح وكانت صحته على ما يرام. وأنا أعرفه منذ 8 سنوات، لقد صنعنا بعض الفيديوهات معا واعتدنا أن نكون معا في موقع التصوير وكذلك نأكل معا، وساعدني في مسيرتي الفنية. لقد كانت خسارة كبيرة لي ولأصدقائه وجمهوره. وللذكر فقد قال عاصف شيخ أنه رمى جانبا ونزل ليأخذ الكرة، ثم قام وتمايل قليلا وسقط ولم ينهض قط، وكان هناك دم يسيل من عينيه، وكانت العلامة واضحة على أنه أصيب بنزيف في المخ كما أكده الطبيب. وقال ربما أن ديبيش لم يأكل شيئا في الصباح وأثناء اللعب ركض وارتفع ضغط الدم وسقط على الأرض فورا. وبعد 5 دقائق من الإعلام عن وفاته لدى وصوله إلى منزله بعد خروجه من المستشفى، زار طاقم العمل والطاقم بأكمله مقر إقامته في فترة ما بعد الظهر. وكشف الشيخ أنه لا يستطيع التعامل مع هذه الأخبار المأساوية، كما أضاف أن بهار يعاني من مشاكل في ضغط الدم، لكن عندما أجروا فحصا كاملا للجسم قبل بضعة أيام بدا الأمر جيدا. وختم بالقول لقد كان فتى مفرط النشاط واعتاد دائما على صنع البكرات في المجموعة. لا أعرف كيف سنعمل الآن، سيكون وقتا عصيبا لنا جميعا، ونتمنى لزوجته وابنه القوة والصبر للتعامل مع هذه الخسارة المأساوية.